شايفين ازاي سنة 2017 ادينا لهم ثلاث اختيارات. الاول انا مش شايف حاجة خالص، والتاني ان شاء الله انا متفائل يا رب دايما على طول، الاجابة الثالثة عايز برنامجكم المصري افندي يجاوب. نشوف السادة المواطنين قالوا ايه. ان شاء الله انا متفائل وكل واحد يحقق حلمه ويعمل اللي هو عايزه في 2017. مش شايفة حاجة خالص، متفائلة. انا ان شاء الله متفائلة. والله انا مش شايف حاجة خالص. والله ان شاء الله متفائل، يعني خير باذن الله. والله انا مش شايف اي حاجه خالص. ان شاء الله متفائل. لا انا مش شايف اي حاجه خالص. انا مش شايف حاجه خالص. ان شاء الله متفائل، يحصل خير في مصر ويحصل خير في المستقبل ويحصل خير ليه.